بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة. أما بعد يا سادة، تصعيد خطير جدا وتطور كبير للأحداث في الملف اليمني. الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة استخدمت قاذفة بي تو سبيريت النووية الاستراتيجية لشن غارات على 5 مواقع في اليمن، لتصبح اليمن هي رابع دولة في العالم تضرب بالقاذفات الجوية العملاقة بي تو. حدث هذا فجر يومنا هذا الخميس. فما هي الدلالات التي تحملها هذه الواقعة؟ وما الرسائل التي أرادت أمريكا إرسالها للمنطقة؟ ولماذا أراد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي استعراض قوة هذه القاذفة في اليمن؟ هتعرف بالذات لما تدرك من أين انطلقت هذه الطائرة. عشان نفهم الليلة هذه كلها يبقى لازم أحكي لك. اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس، اضغطوا لنا زر الإعجاب، ارفعوا لنا انتشار هذه الحلقة، بارك الله فيكم. ولنبدأ على بركة الله، وتعال أحكي لك. اهلا وسهلا بكم مرة اخرى يا سادة. القوات الجوية الامريكية شنت غارات على مواقع مختلفة في اليمن فجر يومنا الخميس هذا. ما هي طبيعة الاهداف؟ هنتحدث عنها بعد قليل. انا اللي سمعته في صنعاء باذاني فجرا كنت صاحي، حوالي 3 ضربات. طبعا طول الفجر المتابعين بيراسلونا على الخاص، يا عم ايمن وين الضربات؟ ولكن خلوها تعدي بردا وسلاما على اليمن حتى نتأكد ونجمع كافة المعلومات. واول حاجة يجب ان نفهمها، ما هي قاذفات بي تو النووية الاستراتيجية الامريكية؟ هي قاذفة نووية صنعت اصلا لضرب الاتحاد السوفيتي اثناء الحرب الباردة، ولكن منذ انهيار جدار برلين لم تحلق في الاجواء الروسية اصلا. سلمت لاول مرة لقاعدة وايت مان في ميزوري في العام 1903، وفي الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية لم تستخدمها أبدا في تاريخها سوى 3 مرات ضد 3 دول فقط. المرة الأولى في العام 1999 على كوسوفو، وفي العام 2001 على أفغانستان، وفي العام 2003 على العراق، والآن في العام 2024 على اليمن. وكالعادة أمريكا بارعة في اختيار الأسماء. على أفغانستان سموها عملية الحرية الدائمة، اليمن عملية حارس الازدهار. تعرف لما يحبوا يدمروا أي دولة يجوك باسم الحرية والازدهار والنغنغة والنعيم، فجأة تلقاهم جابوا داغك. طبعا القاذفات الجوية بيتو هي الأغلى على وجه الأرض، قيمة الواحدة قرابة 2 مليار دولار، وكذلك هي الأقوى في العالم. والأهم من هذا إنها الأكثر غموضا. هناك الكثير من الأسرار حول هذه القاذفة. قدرتها التسليحية هائلة، هي قاذفة قنابل تحمل قنابل دقيقة وغير دقيقة. سعتها التسليحية قرابة 40,000 رطل، نحن نتكلم عن قرابة 20 طن من التسليح، تحلق على ارتفاع 15 كيلو عن سطح البحر. والشيء الخارق فيها هو المسافة اللي قادرة تقطعها. هذه الطائرة تستطيع التحليق لمسافة 11,000 كيلومتر في التحليق الواحد. إذا زودت بالوقود في الجو تستطيع الدوران حول الأرض دورة كاملة دون أن تهبط. أطول تحليق لها كان في حرب أفغانستان لمدة 44 ساعة متواصلة، وتم تزويدها بالوقود في الهواء. من ضخامتها ومن قدرتها على التحليق لساعات طويلة يوجد داخلها حمام ومطبخ ومكان لتسخين الطعام، وكذلك غرفة استراحة للطيارين، يقودها 2 فقط من الطيارين. حتى الآن لا أحد في العالم لم يمتلكها سوى أمريكا. أمريكا لم تبيعها وترفض بيعها لأي حد، حتى الكيان لا، بريطانيا لا، ولا أحد يمتلكها إلا أمريكا. طيب السؤال الآن، الغارات، أنا ما بقول لكش كده عشان أبهرك بالقوة الأمريكية، لا، عشان نفهم معلومات ونستفيد بعض المعلومات ونعرف ما نواجه. هذه الطائرة أو القاذفة بالأصح من أين انطلقت؟ وهنا السؤال، هتقول لي من فوق حاملة الطائرات، هقول لك لا طبعا. هذه القاذفة عرضها 52 متر، هذه أكبر من البوينغ تقريبا. عرضها 52 متر، هذه تملى ملعب كرة قدم، فلا تحلق أو تنطلق من على متن حاملات الطائرات. في الحقيقة هذه الطائرة غير موجودة سوى في قاعدة وايت مان في ميزوري.
هذا المكان اللي هي تنطلق منه. هناك البعض منها منشور في أستراليا، في قاعدة أمريكية في أستراليا، وأنا أعتقد أنه البعض منها وصل إلى قطر مع بداية اشتعال الأحداث بين الكيان وإيران. لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي طلع نافخ ريشه وقال هذه الضربة هي استعراض للقوة الأمريكية، والطائرة هذه انطلقت من أمريكا وجاءت إلى اليمن، على حد وصفه ادعاه هو إنها انطلقت من قاعدة وايت مان في ميزوري وجاءت إلى اليمن. قال هذا استعراض للقوة الأمريكية ولنثبت أننا لسنا بحاجة إلى استخدام القواعد القريبة لضرب أي هدف في العالم. وهذه أول رسالة تأخذها الآن، رسالة لإيران ورسالة كذلك للقواعد الأمريكية في الدول اللي حوالينا، إنه حتى إذا رفضتوا نستخدم القواعد عندكم أو غيره إحنا قادرين نيجي من أي مكان في العالم. هو في الحقيقة فرد عضلات إن أنا قادر أحلق بطائرة من أمريكا إلى اليمن ووجه ضربات وتعود إلى أمريكا دون أن تهبط لمرة واحدة حتى. إذن على حد زعم لويد أوستن هذه الطائرة انطلقت من ميزوري وجاءت وجهت ضربات لليمن وعادت. طيب ما هي طبيعة المواقع المستهدفة التي ضربتها القاذفة الأمريكية بيتو سبيرت؟ المواقع المعروف حتى الآن أكيد صنعاء، هذه أنا سمعتها بنفسي الفجر، وكذلك في صعدة وفي الحديدة. لويد أوستن قال ضربنا 5 مخازن أسلحة تحتوي على صواريخ وترسانة متقدمة التي تستخدم في معارك البحر الأحمر وضرب السفن اللي هناك. قال هذه المخازن محصنة تحت الأرض بأعماق كبيرة، ولذلك استخدمت القاذفة B2، هي تحمل طبعا صواريخ خارقة للتحصينات. هذه الصواريخ هي محرمة دولية أصلا، ولذلك لا يتم استخدامها إلا بشكل نادر، آخرها الضربات اللي شفناها في حارة حريك في الضاحية الجنوبية في لبنان. لويد أوستن قال هذا استعراض عرض للقوة، ونحن قادرين نوصل لأي مكان وأي مخزن أسلحة مهما كان عميق ومحصن تحت الأرض. طيب ما هو حجم الأضرار حتى الآن؟ حتى الآن لا أحد يعرف، لم ينشر تقرير الجانب اليمني، حكومة صنعاء نشرت فقط بيان واحد أنا شفته قال لهم كل هذه العمليات لن تثنينا أصلا عن إسناد الناس اللي هناك الفريق فاع، كده قالوا لهم مهما عملتوا فلن نتوقف عن الإسناد ولن نغلق هذه الجبهة. حجم الأضرار نحن إلى الآن لا نعرف. الصحافة الأمريكية ما نشرته خلال الساعات الماضية إنه هذا جاء ردا على عمليات استهداف السفن في البحر الأحمر. الصحافة العالمية بتقول لك إنه حتى الآن تم استهداف 80 سفينة واحتجاز 1 وإغراق 2 و4 من البحارة، هذول راحوا في خبر كان. وهكذا تتطور الأحداث. ما هي الرسائل؟ أعتقد الرسالة هنا واضحة، هي الإيران، واضح انه الرد الكياني بات قريب. فامريكا بتقول لايران ان احنا فعلا داخلين في الحرب، الموضوع مش موضوع الكيان، احنا داخلين يعني ايران تاخذ الضربه وتهدي واستوعبيها كيف ما كانت، وقد تكون ضرب مواقع عسكريه فقط مع تحييد المنشات النوويه ومنشات الطاقه. فالرساله هنا قاذفاتنا النوويه الاستراتيجيه بتحلق فوق الشرق الاوسط، الدول اللي مسامحه لنا نستخدم قواعدنا اللي على ارضها، احنا قادرين نيجي من قواعد بعيده اخرى الى المنطقه، هو تهديد للجميع، انت فاهم؟ او هذا ما يصور للاداره الامريكيه. ورسائل ايران وحلفاء ايران انه احنا داخلين في المعمعة اذا اقتضت الحاجة. كيف هتتطور الاحداث؟ هل هناك رد يمني؟ كيف سيأتي؟ ايش اللي هيحصل يا اصدقائي؟ احنا بنتابع ان شاء الله الملف هذا كالعادة، يعني بالذات الملف اليمني هادئ لحوالي 10 أيام 8 أيام، ولكن بدأ يسخن الآن مرة أخرى. نتابع التفاصيل كلها ونعود لكم بأي معلومات جديدة يا سادة. في ختام هذه الحلقة لا يسعني سوى نشكر كل الناس اللي وصلوا معنا للدقيقة الأخيرة، هذولا العتاولة تبعنا، وحتى أراكم في حلقة أخرى. هذه لكم مني تحية، أنا هيمن القاسمي، دمتم بود وسالمين جميعاً.